من الغريب جدا أن نرى البعض ممن يدعي الفضل والعلم ويوصف بكونه أستاذا من أساتذة الحوزة العلمية، وأنه يقدم قراءة نقدية لمشروع السيد الأستاذ العلامة الحيدري، وقد حضر طيلة سنين عديدة لدى أبحاث السيد الحيدري، ويدعي أن العلامة الحيدري أسقط الدليل العقلي وأسقط الدليل القرآني وكذلك السنة الشريفة، مع أن المراجعة البسيطة لدروس سماحة العلامة الحيدري أو إلى مؤلفاته الموجودة والصادرة حديثا نجده بشكل واضح وصريح يصرح بأن المرجعيات الحاكمة لمعرفة المنظومة الدينية هو العقل القطعي ومرجعية القرآن الكريم، وأنه أيضا لم يتنازل عن السنة الشريفة وإنما جعل لها موازين. هذه الموازين أخذها من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وهم القائلون بأن يعرض كلامهم على كتاب الله. فأين تنازل العلامة الحيدري عن هذه الأدلة؟ والغريب جدا أنه يدعي أنه قد ناقش بعض البديهيات الأرسطية في المنطق الأرسطي كبديهية اجتماع النقيضين، مع أنه لو كان من أهل التتبع والتخصص لوجد أنه لا توجد ملازمة بين إسقاط الدليل العقلي وبين مناقشة هذه البديهية، وأن جملة من الأعلام الذين سبقوا السيد الحيدري قد ناقشوا مجموعة من البديهيات الأرسطية، وهذا ببابك السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء والمنطق الذاتي، فهنالك لقد تعرض إلى جملة من البديهيات واليقينيات الأرسطية وقد وقف عندها وناقشها وقد رفض الكثير منها. وحتى أن القضية قضية اجتماع النقيضين، فإن هذه القضية واقعا هي عبارة عن قضيتين: الأولى اجتماع النقيضين محال، والثانية ارتفاعهما أيضا. وجملة من أعلام الفلسفة وقفوا عند القضية الثانية وهي قضية ارتفاع النقيضين، فبالتالي أن مناقشة القضايا البديهية التي يتكئ عليها المنطق الأرسطي لا يعني رفض الدليل العقلي، وإلا فإن السيد الأستاذ في كثير من الأحيان يعقد أدلة عقلية مبنية وفق المنطق الاستقرائي ووفق المنطق نظرية الاحتمال. ولا أدري أي ملازمة بين إنكاري أو بين مناقشة بديهية يتكئ عليها المنطق الأرسطي وبين إنكار الدليل العقلي. ولذلك نحن نعتقد أن ما صدر منه في هذه المناقشة لا سيما في الدروس المتأخرة، مع أنه يدعي أن له مناقشات نقدية لمشروع سماحة السيد الأستاذ وأنه قد خرج عن مشروعه، مع ذلك نجده يشخصن الأمور ويذهب إلى جانب الشخصنة. والغريب أنه متناقض في أطروحاته، فتجده في الدرس الأول والدرس الثاني من هذه الأطروحات النقدية يمتدح السيد الأستاذ ويجعل السيد الأستاذ في مصاف المحققين والمدققين والمطالعين والذين يجولون في أفق العلم ولا يقفون عند مفردة معرفية معينة. ونلاحظ الآن في الدروس الأخيرة يقول بأن منهج السيد الأستاذ مآله إلى السفسطة، ولا أعلم أين كان المتحدث حينما صرح في بعض كتاباته كما في كتاب كلياتي في فقه المكاسب بأن العلامة الحيدري يعد ممن لاح أفقه في التجديد في الديني، وقد سار على ما سار عليه الأعاظم كالسيدين الشهيدين الصدرين وكالسيد الخميني وغيرهم قدس الله أسرارهم جميعا. وبهذا يتضح لنا بشكل واضح وجلي أن الدوافع في هذه المناقشات دوافع شخصية وليس الدوافع علمية، وهذا إن دل على شيء دل على أن الوعاء العلمي الذي يمتلكه هذا الرجل واقعا فارغا وإلا